مرحبا صبايا واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد بقناتي. وصفتنا لليوم أكلة سهلة وسريعة وطيبة كتير، وهي وصفة المعكرونة بطعم البيتزا، والطريقة كتير طيبة وراح تحبوها، واهم شي انها ما بتاكل معنا وقت ابدا. خلونا هلا مع بعض نبلش بالوصفة. هلا انا هون بالبداية عندي طنجرة فيها المعكرونة اللي راح استخدمها، راح اضيف عليها المي لحتى تنغمر معي المعكرونة، راح اضيف شوية زيت ومعلقة ملح، وهلا رح اسلق المعكرونة لحتى تستوي عندي 3/4 سوي تقريبا. وهون لبين ما تستوي عندي المعكرونة رح احضر صوص البيتزا. هلا رح بلش فرم البندورة، وهون البندورة انا مقشرتها، طبعا فيكم تستخدموا اي صوص بتحبوه. هلا بعد ما فرمت البندورة كمان رح افرم شوية بقدونس مشان الصوص. بعد ما فرمت البقدونس رح احطه بزبدية على جنب. هلا هون المعكرونة تقريبا بلشت تستوي عندي. هلا رح اضيف للبندورة شوية زيت، معلقة دبس بندورة، رح اضيف عليها مكعب ماجي، رح اضيف عليها سنين توم. وبعدها رح اضيف عليها معلقة بابريكا ومعلقة فلفل اسود، رح احركهم مع بعضهم لحتى تغلي عندي البندورة. هلا هون المعكرونة استوت عندي والصوص صار جاهز، هلا رح اضيف عليه البقدونس. وبعد ما جهزت عندي المعكرونة والصوص، عندي هون جبنة موزاريلا او اي نوع جبنة بتحبوه. هلا رح اجيب عودان الخشب، رح ابلش ضم المعكرونة بهذا الشكل. طبعا انا هون استخدمت معه كمان علبة فطر معلب، وفيكم تضيفوا اي شي بتحبوه. هلا عم تشوفوا كيف عم ضم المعكرونة بقلب سيخ الخشب، طريقة كتير سهلة. وهلا بعد ما جهز عندي اول سيخ رح احطه بصينية وحاطة عليها ورق زبدة. وهلا هيك اول الصينية عندي اياها جاهزة، بعد ما خلصت نص تقريبا المعكرونة. هلا رح اضيف عليها صوص البيتزا اللي عملناه، رح كتر عليها الصوص لانه كل ما كترت صوص بتطلع اطيب كتير. بعد ما دهنت وجه المعكرونة بالصوص، هلا رح اجيب الفطر وحطه على وجهها، رح اقطع الفطر قبل ما احطه، وفيكم تستخدموا اي نوع زينة بتحبوها. وبعد ما حطيت عليها الفطر، هلا رح اوزع عليها جبنة الموزاريلا بهذا الشكل، رح ادخلها على الفرن لحتى تحمر عندي. هلا بجات تاني رح اضيف المعكرونة زادت عندي. هاي كمان طريقة كمان كتير سهلة وما بتعذب الشغل. هلا رح اضيف عليها صوص البيتزا، رح احركها مع بعضها لحتى تتشرب عندي المعكرونة الصوص، وهيك بتكون جاهزة. هلا كمان رح اضيف عليها فطر، رح اقطعه قبل ما احطه كمان، وبعدها احط عليها جبنة الموزاريلا، وكمان رح ادخلها الفرن لحتى تسيخ عندي الجبنة. وهلا رح فرجيكم الصينية كيف طلعت معي من الفرن. شوفوا شكل المعكرونة عن جد طالع غير شكل، طعمتها عن جد بتجنن طالع. وهلا رح فرجيكم منظر السيخ كيف بيطلع معي والجبنة سايخة، عن جد طعمتها كتير طيبة، جربوها وحتى للولاد كتير بيحبوها. هلا رح انقلها كمان على صحون التقديم. وهيك اول صينية بتكون جاهزة عندي. وهلا كمان رح فرجيكم الجاطي اللي حطينا فيه المعكرونة كيف كمان طالع عندي بعد ما ساخت الجبنة عليه. وهذا هو شكل المعكرونة بقلب جاطي البيلكس. هلا رح فرجيكم شكلها كيف طالع من جوا، وطعمتها عن جد مثل ما قلت لكم بتجنن. وهيك بيكون فيديو اليوم خلص عندي، اتمنى يكون عجبكم. اكتبوا لي ارائكم بالكومنتات اذا عجبكم الفيديو ولا لا، وبشوفكم ان شاء الله فيديوهات جديده بقناتي منوعات ريحه وحصرم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.